احنا اليوم هذا بالنسبه لنا يعني يوم سعيد جدا، وتشرفنا فيه بتوقيع الاتفاقيه مع منظمه اليونسكو. هذا ليس فخر للانديه في المملكه العربيه السعوديه فقط، بل لكل الانديه في الوطن العربي وفي الشرق الاوسط. انضمام نادي الهلال لبقيه الانديه العالميه اللي ابرمت اتفاقيات مع منظمه اليونسكو. نحن نتطلع من خلف هذه الاتفاقيه الى ان نحقق الشراكه الفعلية اللي تأمل اليونسكو من خلالها غرس أهدافها وقيمها، من خلال محاربة المنشطات، من خلال غرس القيم والأخلاق في صفوف الجماهيرية بالنسبة للأندية الكبرى. هذا يوم سعيد بالنسبة لنا، احنا نتطلع أن نكون جنبا إلى جنب في لغة هذه الشراكة مع بقية الأندية العالمية تمثيل اليونسكو خير تمثيل، ونكون واجهة مشرقة وجميلة في العالم. يعني دائما أبرز وأعظم منجز بالنسبة لنا في نادي الهلال هو أن نفتخر بجماهيريتنا الكبيرة والعريضة. جماهير الهلال جماهير واعية ومثقفة منفتحة على يعني بكل محبة على تقييم الأهداف الرياضية، والجماهير دائما هي سر نجاح الفرق الكبرى. نحن فخورون جدا بجماهيرنا الواعية المثقفة، وهي إن شاء الله يعني خير واجهة جميلة ستكون لنادي الهلال. احنا لنا رسالة بسيطة مختصرة، انه الفخر اللي أضيف لنا في نادي الهلال في المملكة العربية السعودية لا يمثل الرياضيين في المملكة العربية السعودية. نحن نحمل الآن رسالة دولية أن جزء من منظومة عالمية تهدف إلى غرس القيم والأخلاق وإلى زرع المحبة والود يعني التوائم والتوافق مع بقية شعوب المنطقة. نحن نحمل رسالة عظيمة جدا ملؤها المحبة والود، ونحن جزء من هذه المنظومة، ونتطلع دوما إلى تنمية مستمرة.